الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. فصل في حكم طلاق الحر والعبد وغير ذلك. طلاق حر، طلاق عبد غيري أو أنا باسكا، على ويملك الزوج الحر على زوجته ولو كانت أمة ثلاثة تطليقات. يعني مروفي حر، بياوي حر، مالك أبي بسرجنك يوا باشنك أمة تجب جاري يجب، مالك سي طلاقة، مالك سي تطليق، يعني سي جار طلاق دانا. ويملك العبد عليها تطليقتين، ولعبد البسرجنو دو طلاقي هي فقط، جاء حرة كانت زوجته أو أمة، كيف قول جنكي حرة به يا أمة به. والمبعض والمكاتب والمدبر كالعبد القني، مبعض عبدك نيوي عبد بيوني وي آزاد بي، يا مكاتب كسيدك كتابة بكر، يا مدبر كعتقكي بسراوة بقى بصفتك، على فرانس صفة بي تو آزاد، يا مدبر يعني عتقكي بسراوة بمردني سيدكي، أقل سيدكي بمري بالي أو أم آزاد بي، وتوتي أقل مردم تو آزاد با وبيال عبدي مدبر. وكو عبدي قن وايا، شن يعني عبدي قن، يعني عبدي ك عبدايتي كي نتبع عزبو بينا كتابتي، يعني بس أخي ما بيته أو وكبره هو عبدي قانوني عاوتان أو شو عنده طلاقيه أو أنا أو أنا شاهد معلق شروابي، فعبد معلق شيء معلق ويا كي بسيتو الله أجا فلان صفة تيا فراهم بو مثلا أجا نيجو كره عزتك مثلا حلبي يا عبدك كافر الله قال مسلمان بي ازاتك شاك او انا او معلقه، يعني اتقكي معلقه بصفته كاتم مبعض ومكاتب ومدبر ومعلق او انا ولي مدبر كمان معلقه بلا ازاد بونكي بسراوته بمردني سيدك يا. ويصح الاستثناء في الطلاق اذا وصله به، صحيح استثناء الطلاق أجر واقع عن استثناء وصل كابة طلاقه كوه، يعني شيء أي وصل الزوج المستثنى بالمستثنى منه اتصال عرفيا، يعني أو ميردا مستثنى كبا مستثنى منه كوه وصل كابة اتصال عرفي بأي يعد في العرف كلاما واحدا بجورك وكم مستثنى ومستثنى منه للعرفة بيا كلام حساوكري يا كابرا بلا سير بس طلاق كوبي بجنك يبلا إلا طلاق أجنبي جعل طلاقه ها؟ نزيد ويسعى لدرويه. عليه هرشي طلاقتك وتبي جعل دانيك تجعل دانيك بينته مثلاً. حاربنا أو وليه والله جب جماعة بس قالوا تادو صار. ويشترط أيضاً وبشر جلد وبراء أن ينوي الاستثناء قبل فراغ اليمين. أبي استثناء قيل لن يتابع برد اليابونة ويسوينك. يعني وقت يعني ده سكاب سوينك هشتا سوينك يتوانك ولا بيت نيتي كاستثناء أكا ولا يكفي التلفظ به من غير نية الاستثناء، هر تلفظ باستثناء كبب نية استثناء كافي نية. ويشترط أيضا وشرق دبارة عدم استغراق المستثنى منه، أبي مستثنى منه وكا هو يعني أو استثناء استغراق مستثنى منه وكا نكا مثلا نالي هرشي طلاق ما كوت به إلا سياني النبي أو عارضو لا كبرى يكجني هيا أولي هرشي طلاق كوتو هرشي طلاق كوتو هرسيك يا سيدان النبي دي ودروزني ولا هو استثناء، فإن استغرقه أقر مستثناء مستثناء منه استغراق كرد وكو أنت طالق ثلاثا إلى ثلاثا وقوة بجي هرسي طلاق كوتو بي مقر سيانيا سيانيا النكوي بطل الاستثناء واستثناء كباطلة وطلاقيك. ويصح تعليقه أي الطلاقي تعليقي طلاقي جلست بالصفة والشرطي، يعني كابرا بي بس يتو طلاقه كي بصفتك يا بشرتك مثلا بزاني مثال تريدكم وكم مثلا إن دخلت الدار فأنت طالق أقر شيتا أو خانوة طلاقت كوتبي فتطلق إذا دخلت أقر شو طلاقية كوي أو تعليق بشرت بو دعموتي تعليقك بشر ها بصفتك يا بشرتك تعليق بصفتك أنت طالق طلقة حسنة أو طلقة أو طلاق سنيا أو تاني أو طلقة قبيحة أو طلاقا بدعيا وليست في حالي يا وليست في حالي سنة في الأول ولا في حالي بدعة في الثاني فتطلق إلى صفة فيهما
ما طلاق هو طلاق فقط طلاق بدعينا به لو كانت بلى بخلاف ما إذا كان في وقت في وقت سنة في الأول أو بالأحسن بلى بلى أها أنت طالق طلقة حسنة يعني طلاقك شاك الكوتبي أو طلاقا سنيا يا طلاقك سنيت كوتبي يعني تبعت سني به يا طلقة قبيحة يا طلاقا بدعيا أوايب يا بيجي بلى أما أوانيك وقتي وايب يا ليش وليست في حال سنة في الأول مثلا لا والله كذا أنيك يا أنت طالق طلقة حسنة وقتك به لو حالة دعنا به وبدعي قرد مثلا إيش هذا دخولي بينك قرد دي باشا طيب تلقي يعني حيزانية نا أقول لحيزانية به أو به مثلا إيش طلاق كتب طلاقي بدعي حالة حيزي شانية دخول طلاق في ناك أخنا مثلا زي شو أنا طلاقي بدعي كوتبي أخي زم مثال هنا هو طلاقي حسنة وطلاقي سني بلا طلاقي سني كوتبي ده لو كانت ده طلاقي سني كوتبي أجر لحيزابي طلاقي ناكل يا أجر بر لهن بيه بر لدخول بيه إيش تعال لو كانت سنة وبدعي بوما ترحني إيش ناكل بحال صفة كي مثال كي باش يبون هنا وك واضح بين مطلق طلاق ها شرطك شلون مطلق طلاق مطلق طلاقين كبير عليك وتعليق وشتين كرويت يبقى قسمها لتعليق يا ما قبل إن دخلت الدار فأنت طالق فتطلق إذا دخلت والطلاق لا يقع إلا على زوجتين طلاق واقعنا إلا بسر جنان وحينئذ ولو كانت دا لا يقع الطلاق قبل النكاح مثلا كابرا بيجي أقر أعو جنما ما راكر طلاقي كوتبي حاضر وقبل النكاح تشون زوجانية طلاقي ناكبه فلا يسع طلاق الأجنبية تنجيزا فتنجيزي طلاقي أجنبي دروزنية مثلا جنيتونية والله طلاقي أعوج المكوتبي حارب لا كقوله لها مثلا بوجنا كأجنبي والله طلقتك وطلاق مداي تعليقي جنابي كقوله لها بيبلي إن تزوجتك أقر هل رخصة وتوم ما ركرت أو اختفى أنت طالق حارب وإن تزوجت فلانة يا أقى فلانة خان من ماركل فهي طالق طلاقي أو أختيك وتبيك مع رأيك هو ناكل طلاقان وأربع لا يقع طلاقهم شوار دستهان باشا طلاقي ناكل وقفز قم أخوان بعد طلاقي ناكل إيكا الصبي منالة والمجنون كان شيتة وفي معناه المغمى عليه كسي بيهوش بيه وبدن بيهوشي وطلاق بيه والنائم كسي خوتو والمكره كسي كبزور تلاقي في بير البدنية أي بغير حق يعني إكراه بنا حق على بأي ناقر إكراه كحق بئسة تبقي نزلي الشرع مثلا ده بقى وش نتراغ ده مثلا شون هاتوا أو تاريك هو هاتوا السويني اللي خواردوا إلاي كردوا تا شوار من مولاتي أدن السويني خواردوا كنشت إلاي تا شوار من مولاتي أن شوار من قهلي بواردونا قرراو تلاقشين دا بزور في تلاقه دا أو إكراها إكراه بنا حق نية هي مقسمة لإكراه بنا حق فإن كان بحق وقع يعني أجر مثلا إكراها كبحق بتلاقيه كبه وتاني ولما كان فيه خفاون يحتاج إلى أن يقول صورتك شونا ولا وصورته كما قال الجمع كان إكراه القاضي للمولي بخوار عيني مثالين هذا للمولي بعد مدة الإيلاء على الطلاق أما يك قاضي زور بك للمولي لإيلاء وإيلاء كردو سواني خوار دوا كلاقش نكينكا دواي ما وإيلاء كتوابوز وإلا كارسة طلاق مش بتلاقي به وشرط الإكراه شرط إكراه جواه قدرة المكره بكسر الرائي باشا على تحقيق ما هدد به المكره صلاة يوبي أو تهديد بيرة الدين بسر مكرهك مكره بفتحها بولاية يعني وليبيا بسرية أو تغلبية أنت صلاة بسرية بي. وعجز المكره ومكرهك عاجز بفتح الرائي عن دفع المكره مكره ودفع نكره بكسرها بهرب منه براكر لدسي أو استغاثة يا بهاوار بردن بمن يخلص هاوار كالكسيك النجاة بلد ونحو يوانا وظنه أنه إن امتنع مما أكره عليه فعل ما خوفه به وهروها ظني أوشي ببيك أقر
نيكا او يوا او زوري ليكا شبيكي بالي فع كابرا كبيكا او يكوا امي بيتر ساندو ويحصل الاكراه بالتخويف بضرب شديد اكراه لازم نغارب كشتن به يعني اكراه حاصل ابي بتخويف بتساندن بضرب او ندلي ادم واوديك او حبسني او ند حبسكم او اتلافي معلم يا او فلانا مالد لبين بم مثلا ونحوه انه اذا ظهر من المكره بفتح الراء قرينه اختيار اجر وجير كوي لمكره كوي قرينه اختيار يعني ازعنين كزوري زور بسرنيه اختياري هي طلاق بياني دا بان اكرهه شخص على طلاق ثلاث جاء قرينه شلون دسكوي بس الشخص ياتو زوري يقول او جنت هل في طلاق بي كشي او فطلق واحده بطلاقك با وقع الطلاق كاك توزور لك راو بوسي فاز معناه وايا التواني ام تلاقي شندي اما باختياري خود بو تداني. واذا صدر تعليق الطلاق بصفه من مكلف اجر صادر التعليق طلاق بصفه لمكلف يكو ووجدت تلك الصفه في غير تكليف وببيع او تكلفه او صفتها هاتدي فان الطلاق المعلق بها يقع او طلاقي كبسراوته بصفته اكوي حربي والسكرانوش فلو ذا فإن الطلاق المعلق به أي لوجود الصفة المعلق به ولا يضر في ذلك كونها وجد في غير التكليف حيث صدر التعليق بها في وقت التكليف بخلاف عكسه أجا سكرانشي باشا في غير تكليفه أي كأن جن يعني حتى بالبالبال يعني تماشاك مكلف تعليق طلاقك كربا صفتك او اختي مكلف وتعليقك كدوه يسك صفتك هات وتدي لجنك كبرا اهل تكليف نشد بو اما مش معنى طلاق شد ناك ولا اخو عايز له شتيتك طلاق نخوان اما ام تعليقك قليل لزماني خاص صاحي ابو طلاقيه كذي او حاربي والسكران ينفذ طلاقه كما سبق سكران طلاقك يجير أبيه وكله وبرباس ما يكره طلاقية كبيرة يعني جاء أحكام الرجعة رجعة بزاني تعريفية كام بفتح الراء وحيك كسرها كسر شياتها الرجعة ورجعة وهي لغة المرة من الرجوع للغة يكجر قرى النوايا يا جوري قل قرى النوايا قبل كسر أما لشرعنا رد المرأة إلى النكاح في عدة طلاق غير بائن على وجه مخصوص رد جنة قرانا وجنة ولا نكاح لكاتك كجنك عدة طلاق قبل جريك طلاق بائن نية أو قرانا وشرة وجهك مخصوصة يعني شرعية كتابتي بيتدي وخرج بطلاق وطء الشبهة باشا بطلاق رجعك وطئي في شنو ودي في عدة طلاق أجر جنة عدة شبهة بجميرية باشا لا عدة شبهة دا ناتوان الرديكات وبجير نكاحي خوي يعني بربع عدة كان بجير ومنا وتي رد المرأة إلى النكاح في عدة طلاق نقل عدة شبهة دا يا والظهار ظهار يجدر أشياء شن بالله ورا لا عدة مثلا لو ما واك ظهارك يبسلو هي رجوع كاتو أوان أولا عدة زهاري شانا قنجي واديارة فلما كان هوي بعض أي كذا الإلاء قال الشيخ العزيزي هذا ليس داخلا في تعريف كلمة فلا حاجة إلى خرجي وهر لخوه ورأي راسي شكا فإن نظر إلى مطلق العود إلى الحل كما يشعر به قول الشارحي فإن استباحة الوطئ فيهما بعد الزوال المانعي لا تسمى رجعة ورد عليه بعض على زور ربتينية بأصلي مبحثك يا جادوا فإن استباحة الوطئ فيهما بعد الزوال المانعي لا تسمى رجعتان منزولي ويا بوي هنا وقال أوان خالبون أوان بواننا وتري الرجعة مثلا أسي الشبهنية أقل كسي جنكي بشبه لاقي كرابي النزل وخشنا مقصرني وبيعوش مقصرني بشبه لاقي كرابي بعيدي وداني نكالو بيعو حامل أبو بي كعيدة كي بسرتوش نكا بيعو كأتواني دوبارة تماسي جنسي ببيل لغوش نكي خويا أبو ناج الرجعة حاربي شن لعيدي طلاقا نوا هاو إن جدوايا أوا أقر زهاري كنو مثلا زهارانيها لو ما وي زهاراتا كفارتك أدا
ممنوع عن الزكيكا من قبل أن يتماسى به دي أجر لصورتك لو ما واخو أجر كفارتك با مثلا ما واك مثلا شيء يا دوما بروجو وتا دوما وقت او مثلا شو ما روجو كي قرت بس دو اي او شيء امر اعزاده شي تو بلاجنكي دا اوك دوباره قراوتو بلاجنكي برجع لها ساونا بي بويره مباحبوني وط فيه ما لا شبهه لزهار دا بعد زوال المانع دو مانع كنما بين الرجعه. واذا طلق شخص امراته واحده او اثنتين اگر هاتو شخص جنكي خوي طلاق دا جاء طلاق كدا يا دو طلاق دا فله بغير اذنها لبؤ هي ببي اجازه جنكه مراجعتها مراجعك توب جنكه ما لم تنقضي عدتها ما دام عندك تواو نبوي انا مسهر مع طلب تاع عده بس الابا عربي تدوات اذنات واني يعني باينه منظور وياه. وتحصل الرجعه من الناطق بالفاظ و أو إذا رجعك ممكن أن ناطق بنطق بوكوي أما يا نطق نبي مثلا لا عربي حاصل أبي الرجعة لكسي ناطقه بألفازك منها لو لبزاني بيجي راجعتك وما تصرف منه وأوش كوا لراجعتك تصرفك لي. والأصح وأصعوي أن قول المرتجعية وكسك رجعك هكا بيجي ردتك إلى نكاحي لنكاحي يعني هنا توم هنا أبو نكاحي خم وأمسكتك عليه لسنك عكتهم هيشتو صريحاني في الرجعة صريحين للرجعة. وأن قوله تزوجتك أو توم ماركر أو نكحتك كنايتاني أي منظور قرانوبو بلا. وشرط المرتجعي يعني خير ولا منظور أو نبو كاكا منظور وهان لو برمارم كردوا بل طلاقك والنيتكي زاني أقل وابي بالرجعة بوي حساوناك نبو. وشرط المرتجع إن لم يكن محرما أجر مرتجعك لا إحرام نوشتك أمي أهلية النكاح بنفسه باشا أهلية النكاح بنفسه خوي خوي بتواني مثلا أفرد بابا شو يا أفرد بخوي مالك. وحينئذ فتصح الرجعة السكران فالرجع سكران درست لا رجعة المرتد ولا رجع مرتد رزنية شن أو بوينية هذا جن مالك ولا رجعة الصبي رجعي منارج درزنية لا رجعي مرتد بوشي درزنية نيوت أي شيء مديره بلى. والمجنون إيه مجنون جروزني لأن كل منهم ليس أهلا للنكاح بنفسه هيش كام يقلوانا أهل النكاح بنفسه خوانين بخلاف السفيه والعبد سفيه وعبد وان رجعان بودوا شو كأهل النكاح نوان فرجعتهما صحيحة رجعان صحيح من غير إذن الولي والسيد ببيع ولي سيدك إذن بيابن. وإن توقف ابتداء نكاحهما وإن توقف ابتداء نكاحهما على إذن ولي وسيد هرشن لا والله كاجني ما ركردايا دبو برسيبا وليكو بسيدك كردايا عربي يعني من ركبه وليكو من رشيتك سفياكش بريا سفياك بوليكو عبدكش بسيدك. فإن انقضت عدتها أجرهات عدي تواب أي الرجعة عدي رجعك حل له أي زوجها نكاحها بعقد جديد حلال أبوي عشان نكاحي كاتو بعقد جديد هذا رجع معناه نامينيت عربي. وتكون معه بعد العقد على ما بقي من الطلاق ولأوكاته لقال نكاحك أبد وي عقدك لسر أويك ما بو ولا طلاق كان يعني دو طلاقي داوا هر طلاقك هي با ما رشي كربيت وسلمي حربنا سواء اتصلت بزوج غيره أم لا كيف خويتي جنا اتصالي بزوجك مو بيه مثلا شو يكربيه بيك يكو دوايا أو طلاقي داوا أم ما ري كربيه تو يا أو صورتي نقول مثلا ني أم لا رجعي طلاقي داوا تبس تاعي دي نكردوا رجوعي شي نكردوا جنا كعيدي تو شو شكرو بيك كتير باشا دوايا ما ويا شو كي مردوا يعني مثلا بلين أري بعد حال بجوري أمي طلاقي طلاقي داوا يا مردوا مثلا أم بياوا بشيماني أو جنا بيشوا بتوش جنا كمارها كاتو كما ريكردو مثلا اگر قبل طلاقي كدابه يسدو طلاقي هي لحاله كما ري جديد ايش يا اگر دو طلاقي دابه هر طلاقي هي على ما بقي من الطلاق. فان طلقها زوجها ثلاثا بلا ما اگر هاتو ميردك سيبس طلاقي دابه ان كان حرا اگر ميردك حر بي دارس طلاقي هي او طلقتين يا دو طلاقي دابه ان كان عبدا قبل دخول بر دخول طلاقي دابه او بعده بر دخول قبل الدخول به ما دام سيدا بي يا دودا بي عبد بي لم تحل له حلال بي إلا بعد وجود خمس شرائط ما قال بيشر بيته دي
أحدها انقضاء عدتها منه أبي عدي لم تواب إلا مطلقك، والثاني تزويجها بغيري ما ركري لغيري كابرة تزويجا صحيحا بتزويج صحيح، والثالث دخوله أي الغيري بها بغيرك دخول ببكا، وإصابتها أبي إصابين تواب لتواب نكهر دخول هر فياك وبيرت يدرو أو بوه النابي أبي يكسر يتر جماع تواب بأن يلج حشفته أو قدرها من مقطوعها بقبل المرأة لا بدبورها بجورك وحشفة سري زكريا نازي حشفي لا أقبرابي حشفي مثلا بله بخاطب بره ويجنك نقبو دبور يعني أقرب دبور لي خريق بيه رجوعك بو نهاية دي أي فلا أحسن به التحنن تحليلي بنهاية دي بس تحليل يعني أقرب أوافرته شوي كرد بيه باشا كابرا بجي جاي بروي لدواوي استفاده بكا شاكا هي نابي بالا تحليل نابي علي مثلا لاقي دواوي كدو عشان لاقي بروي كا جاء وقته اجر دواي او تلاقي باتو امر كابرا تو اينا اجر لاقي دواوي كدو كابرا تلاقي شي باتو باشا كابرا اول هنا تو امريكا ولي بشرط الانتشار في الذكر أبيل الذكر كذا انتشار بوبي يعني هل صابي دعباكي أين هر آوا مثلا با بوكو باتاغوريس شبه نابيت يا ناوي وانا هيج أرزشيني وكون الموليجي ممن يمكن جماعه وأبي موليجكا يعني أو داخل كنندكا باشا كليما ركراوا عشانو كسانا بيكا إمكاني بيت جماعكا نق منال بي مثلا شي ماريكي لمنالي كمنالي بيشارا ناتواني هيجكا والرابع بينونتها منه ماشا شوارم اويا اي الغيري بينوني غيرك لي يعني مثلا وانا صورتي قلت دوايا او مثلا شو دواميك تلاقي بدا بينونت حاصل بينه بيني انا جاء امراه متواني ماركاتو ديش انا تواني والخامس انخلاع عدتها منه عشان عدش لو تواب وقتات يعني حربي يعني ابو شي وشي ما على دروزني بس اوي واي جرنو يا جن ورا فلان ملا وفي شار ملا او كاريك رو مثلا هنا علين بلا اخذوا جاي واي جرنو ورا فلان كس تلاقي كوتو خيرات شو ماريان كله يا ملا فلان ماريك الا فلان كس او الشوال دايب وباني في طلاق ذا نادي انا بولا وانيه قد قد تنحكى هالملا وكا يا نازل يا هديني هي حربي يتر وجدان بجي خوي حديني نياو عشان أجر قرابين يسأل جائز بونو ناجائز بوني أما يعني أجر نكاح دوامي بقصتي أو كرابي كحلال كريتو لا أولك مثلا هندك بيان دروستا هندك إيش بيان ويا كاكا ولا موضوع له هو خوي خارجه بما بس هيج نكاحك بما بس تحليل لك يتر جني معركة إلا زيد بو أو يبو عمر حلال ليش تي واحد نية هندك بحرام يا زانن ولا أجر أو مثلاً بحرار زلي لسر أساسي أويا مثلاً لبيع شاعشن قصي لقال أكن قول قراري أكن لقال كابره ممكن أواك رامي أنا أم أفرت لي ما ولي عيدي بسر أبن لما وطلع خي خوار دوا أم شاء خير نبي أم طلع خي خير ماريكي لو عربي أبي لم عيدي بسر بري كعيدي بسر برا أو نفر برحل بوي سار ذكريو يعني لي ما راكن باشا لي ما راكن قولوا قراري كذا قال بردا بس يسقي عقدك في على تراقي وثاني اين اجر ماري كرت هذا دو تراقي ندا وخذته انجليزينه لان سقي عقدك عشان انا نكري خو بيجون بوادي الشوي له ماراكي بالسيجاره ونامي حربي فز دوائيه اجر ام بي اوش قطعني جوه كوتمان نكري ابي حتما ترى هني با ابي توجه معي لقال كايت وقتك تواجه جماعي لقال كردو أم جاردو أو شش عدي داني لم يجعدي بسر شيء أجر شاهد حامل به عندك كيف توزعي حمل أجر لم يجعدي بسر شو أمر أتواني حرارة بتبو أول حرارة بتبو أول أتواني ماريكي ها موافق مش بو عندك عندك بو إذا حاملين حاملين يا ولا عدة تعبدية أو متى هي برام تعبدية بيو عدة هرب يعني خلاص بعد وسائل سالفة نابل أخذ باش نعم تعبدية